طبعا اتعرضت لهاكينج دمه خفيف، هو كان مرعب بالنسبه لي يعني، برضو احساسي انه في حد ممكن يسرق حاجه بتاعتك دي حاجه مش حلوه يعني، احساس مخيف. مساء الفل، كل سنة وانتم طيبين. طبعا اتعرضت لهاكينج دمه خفيف، هو كان مرعب بالنسبة لي يعني، برضو احساسي انه في حد ممكن يسرق حاجة بتاعتك دي حاجة مش حلوة يعني، احساس مخيف. بس زي ما الناس كلها بتقول، الهاكر اللذيذ رزق. فشكرا للهاكر اللي خلاني احس باهتمامكم وسؤالكم عليا واهتمامكم انه الانستجرام يرجع تاني. شكرا جدا جدا لكل الناس اللي حاولوا يساعدوني، وشكر خاص طبعا لكم حبيبه قلبي ريهام عبد الغفور، لانه لولاها ما كنتش هعرف ارجع الانستجرام. ده بيجي حد متخصص جدا، لان انا طبعا خيبه في الحاجات دي. فبشكركم، كل سنه وانتم طيبين وسنه حلوه علينا كلنا يا رب.